عندما تصبح مسافرا حول العالم، فمن المحتمل أن تصبح المطارات هي الأماكن التي تقضي فيها الكثير من الوقت. ستجد نفسك تقضي وقتا في المقهى أو تقرأ كتابا أو تتصفح الإنترنت لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على أي شيء مختلف. تمثل المطارات أيضا بوابتك إلى بلد جديد وثقافة جديدة. لكن من المعروف أن بعض المطارات في جميع أنحاء العالم ترحب بعدد كبير من المسافرين. والآن سنرى معا في فيديو اليوم أخطر 10 مطارات في العالم، وسنلقي نظرة على بعض الممرات الضيقة والهبوط الحاد وبعض الميزات الفريدة الأخرى التي ستجعلك تتذكر المطار بوضوح مثل المعالم البارزة الأخرى في رحلاتك. مطار تيومان، ماليزيا. قبالة البر الرئيسي لماليزيا توجد جزيرة تدعى تيومان، والتي تعد موطنا للمطار الوحيد داخل المنطقة. وكلما اقتربت من تيومان ستكتشف الكثير من المساحات الخضراء والمياه الزرقاء العميقة حولها. إنها جنة على الأرض تماما. وستلاحظ أيضا وجود خط صغير من الخرسانة بالقرب من الساحل، وهو بالفعل مدرج المطار. توجد أراضي ذات الملكية الخاصة بالقرب من المطار تمنعه من التوسع، ومن المتوقع أن يطير طيارون كما لو أنهم يأتون مباشرة من الجبال، ثم يلتفون على شكل حرف L لمواجهة المدرج، ثم الهبوط في النهاية. على مر السنين تم الإبلاغ عن العديد من حوادث الطائرات الخفيفة هنا، وفي الغالب لم تقع أي إصابات، لكنني أتساءل ما الذي يفكر فيه الأشخاص في تلك الطائرات بشأن رحلتهم المهمة التي تنتهي بطريقة قاسية. مطار ألكسندروس باباديامانتيس، اليونان. يوجد المطار التالي في هذه القائمة في جزيرة سكياثوس في اليونان، ويشهر المطار بامتلاكه أقصر مدرج في أوروبا. ومن خلال الفقرة السابقة أعتقد أننا جميعا نعرف لماذا هذه الفكرة سيئة. تم بناء هذا المطار على قطعة أرض تربط سكياثوس بجزيرة أصغر حجما، ويقول بعض الناس إن هذا المطار ليس قصيرا فحسب بل ضيقا أيضا. عندما يقترب الطيارون من الهبوط ينتابهم وهم بصري يجعل المدرج يبدو قصيرا، ولكن لحسن الحظ كما هو متوقع يمر الطيارون الذين يريدون الهبوط في هذا المطار بنظام تدريب جدي قبل السماح لهم بالطيران إلى هنا. المطار قريب جدا من طريق عام يسمح للمتفرجين بالوقوف في مكان قريب، ورؤية الطائرات التي تطير على ارتفاع بضعة أمتار فقط فوق رؤوسهم. عملية الهبوط تكون مثيرة للغاية لركاب الموجودين داخل الطائرة، لكنني متأكد من أن الناس الذين يشاهدون ذلك من الخارج يتساءلون عما إذا كانت إحدى هذه الطائرات قد تسقط عليهم في يوم من الأيام، وأمل بالتأكيد لا يحدث ذلك. مطار نارسارسواك، غرينلاند. مطار نارسارسواك هو واحد من اثنين من المطارات المغطاة بالجليد في قائمتنا. إن الجليد بحد ذاته يجعله بالفعل واحدا من أخطر المطارات في العالم، لكن ما يزيد الأمر سوءا حقا هو الظروف الجوية القاسية وضعف الرؤية. وغالبا ما تصيب هذا المكان الرياح القوية التي تجعل من الصعب على الطيارين الهبوط، بالإضافة إلى أن هذا المطار على مقربة من بعض البراكين النشطة والتي تجعل الطيران إلى حد كبير مستحيلا بمجرد بدء الانفجار، حيث يمكن لأي جزيئة الرماد الدخول إلى محركة الطائرة وتتحول إلى حادث رهيب ومأساوي. لكن لماذا يوجد هذا المطار؟ ومن الذي يريد الذهاب إلى هناك؟ حسناً، غرينلاند هي مكان رائع لمشاهدة أضواء الشفق القطبي، وبالتالي لا يمكن للمطار أن يمنع الزوار من الطيران رغم ما يحيط به من خطر. إنها تجربة بصرية يريد الجميع تجربتها. مطار ماديرا، هنا مطار آخر حيث يسمح فقط لعدد قليل من الطيارين المختارين بالطيران إليها. مطار ماديرا في البرتغال أصبح يسمى الآن مطار كريستيانو رونالدو الدولي، نسبة إلى نجم كرة القدم البرتغالي. كان مدرج هذا المطار صغيرا جدا، لدرجة أنه كان لابد من بناء امتدادا على جزيرة صناعية بها حوالي 180 عمودا، وهو أمر مخيف جدا نظرا لحقيقة أن هناك وزنا كبيرا يمتد على المدرج. ويعود سبب بناء هذا الامتداد في الواقع إلى حد وقعت في عام 1977 عندما كانت رحلة تاير باير 425 قادمة من بروكسل إلى ماديرا. في خضم ظروف المناخية الخطيرة والمدرج القصير قرر طاقم الرحلة الاستمرار في التقدم، لكن لسوء الحظ فإن الظروف المحيطة جعلت الطائرة تنزلق في نهاية المطاف من المدرج وتحطمت على الشاطئ. تم تقسيم الطائرة على جسر قريب إلى قسمين عند تحطمها، ثم اندلعت النيران في الطائرة بالكامل وأصبحت الكارثة مأساوية بالمعنى الحرفي للكلمة.
الكلمة، حيث توفي 156 من أصل 164 شخصا في ذلك اليوم. وهكذا أدركت السلطات أن مدرج المطار بحاجة إلى تمديد، واليوم يقع المدرج بين قمم الجبال العالية في المحيط مع رياح قوية منتظمة، ولا يزال من الخطير الهبوط هناك. ولهذا السبب كان على الطيارين التدريب على جهاز المحاكاة لإثبات أنهم يستحقون قيادة الطائرة إلى ماديرا، بالإضافة إلى تدريب التجربة الصارم. مطار كورشوفيل الدولي فرنسا. لقد ذكرت حتى الآن بعض المطارات التي يكون فيها الهبوط صعبا، والآن سوف أتحدث بوجه الخصوص عن المطار الذي يكون الإقلاع فيه أمرا صعبا للغاية مع مدرج ضيق وقصير طوله 1700 قدما. مطار كورشوفيل الدولي له مدرجا به منحدر يجعل من الصعب على الطيارين الإقلاع، وعندما يتعلق الأمر بالهبوط يمكن فقط لمجموعة مختارة من الطيارين الوصول إليه عبر أحد الوديان العميقة القريبة، أو لأي طيارين لديهم فرصة واحدة فقط للهبوط. ومع هذه المساعة الصغيرة والخادعة يجب أن تتوافق الطائرة تماما مع المدرج، وإلا فلن تكون قادرة على الهبوط بسلام. مطار غيسبورن نيوزيلندا. غيسبورن هي مدينة صغيرة وهادئة في جزء الشمال الشرقي من نيوزيلندا. تشتهر هذه المدينة بأنها الأولى في العالم التي ترى الشمس كل يوم، وزيادة على ذلك فهي تتمتع بغابات كثيفة ساحلية مدهشة، وهي مكان مثالي لصيد الأسماك وركوب الأمواج. كما تشتهر هذه المدينة أيضا بامتلاك مطار خطير لن يجعلك ترغب في الهبوط هناك. المطار موجود بين الممرات العشبية، ويتقاطع المدرج الرئيسي من الخرسانة مع خط السكك الحديدية الوطنية، حيث تمر القطارات وسط المكان الذي تهبط فيه طائرات. نعم هذا أمر مروع، لكن في كلتا الحالتين يكون الموظفون في المطار مدربين على تنسيق عملية الهبوط لتجنب أي تصادم بين الطائرات والقطارات، لكنني ما زلت غير متأكد من شعوري بالأمان على متن الطائرات أو القطار. محطة ماكموردو أنتاركتيكا. في حال كنت تتساءل كيف يمكن للناس الوصول إلى أنتاركتيكا، فهناك خيار واحد هو مدرج جليد في محطة ماكموردو، وهو المطار الثاني المغطى بالجليد في قائمتنا. هذا المدرج مصنوع من الجليد الأبيض، وهذه الحقيقة يمكن أن تعطيك فكرة عن مدى خطورة الهبوط هنا. تقع المحطة في أقصى جنوب جزيرة هيروس، ولا توجد أضواء على المدرج، ولذلك يحتاج الطيارون إلى معرفة كيفية الهبوط بصورة عمياء. تعتبر محطة ماكموردو المطار الرئيسي في القارة، وبالتالي لا يمكننا إلا أن نتخيل ما يجري في المطارات الصغيرة هنا. مطار بارو بوتان. كيف سيكون وضعك كواحد من 17 طيارا مؤهلا فقط للهبوط في المطار؟ بالتأكيد ستشعر بمسؤولية كبيرة، وهذا هو الحال في مطار بارو، نقطة الدخول لأولئك المسافرين الذين يسعون لاستكشاف مملكة بوتان الأسطورية. المطار يعمل فقط خلال النهار، ويعد الهبوط في هذا المطار تجربة مثيرة للغاية، حيث يحيط بالمطار العديد من قمم الجبال التي قد يصل ارتفاعها إلى 18,000 قدم. يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة نفسها تحمي بوتان من الغرباء وتسمح فقط لأولئك الشجعان بالمجيء. إذا نظرت من النافذة فستشعر على الأرجح بأن الجزء السفلي للطائرة سوف يصطدم بأحد المنازل الجبلية الموجودة أسفلها، ولكن هناك بعض نقاط التركيز التي يستخدمها الطيارون المتمرسون كمرجح لتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها. عندما ترى جبل بوتان ستدرك أن الأمر يستحق ركوب هذه الطائرة رغم كل المخاطر. مطار تونكونتن هندوراس. في منطقة جبلية واسعة وكثيفة، ليس من المستغرب أن يقع مطار خطير. هنا في هذه البلدة يوجد المطار الدولي الذي يخدم تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، وما يجعل هذا المطار خطيرا جدا هو أن الطيار يحتاج إلى القيام بمنعطف دقيق بزاوية 45 درجة للوصول إلى منطقة الهبوط، وبمجرد أن تكون الطائرات في وضعها الصحيح لن يكون لديها سوى بضع ثواني لبدء الهبوط السريع، مع الحرص على منع جانبها السفلي من لمس الأرض بسبب الرياح الموجودة هنا باستمرار. كما يجب على الطيار تجنب كل قمم الجبال أثناء الإقلاع، ودون شك ليس كل الطيارين يمكنهم التعامل مع كل هذه العقبات. مطار لوكلا نيبال. مطار لوكلا هو الأنسب للمسافرين الذين يرغبون في الذهاب إلى جبل إفرس. إنه يقع مباشرة على جبال الهيمالايا على ارتفاع 9325 قدما، ويحتوي على مدرج ضيق طوله 2000 ميل وجدار حجري من جهة أخرى، وبالتالي ليس أمام الطيار خيار آخر سوى الهبوط بالضبط في المكان المناسب. في بعض الأحيان تنقطع الطاقة، وليس أمام الطيارين خيار آخر سوى الحفاظ على اتصال ثابت ودقيق وواضح من مراقب
قريب الجو حتى يهبطوا بأمان، وإلا فإن هبوطهم يمكن أن يكون حافلا بالأحداث. ومع هذا المطار الضيق، كان المطار هو سيناريو لبعض الحوادث المجنونة للغاية، وكان آخرها طائرة انحرفت عن المدرجة وضربت مروحية متوقفة، وتوفي 3 أشخاص كانوا في مهبط طائرات الهليكوبتر نتيجة لهذا الحادث. قد يعتقد أي شخص أن هذا هو المطار الذي يجب تجنبه، لكن هذا المطار يحظى بشعبية كبيرة، فليس هناك شخص لا يريد رؤية جبل إيفرست. لكن يبدو أن الهبوط في هذا المطار يمكن أن يكون صعبا مثل الصعود إلى تلك الجبال الكبيرة المحيطة بها. هل تستطيع الذهاب في رحلة جوية إلى أي من هذه المطارات، أو تفضل أخذ الحافلة؟ ما هي طريقة الأسلم للنقل بالنسبة لك؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناها.